السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحا كانوا حيجيبوا جول لسه ما بلشنا. كيف الحال يا جماعة؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام، الله يعطيكم ألف عافية. طبعا ردة فعلنا على نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين البايرن وريال مدريد. قبل ما نعمل ردة الفعل، أنا اليوم جاي بفيديو التوقعات مع ردة الفعل، يعني عصفورين بحجر واحد. توقعاتي لدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا: أولا مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند. الفريقين التقوا في دور المجموعات والاثنين تغلبوا، يعني غلبوا بعض، ولكن انت يعني حسب الاسماء فبتقول والله دورتموند افضل لانه الاسماء اللي عنده مش زي الاسماء اللي عند باريس سان جيرمان. ولكن انا قلت لك اياها زمان، لويس إنريكي لما اجى على باريس سان جيرمان هذا المدرب مش زي غيره، المدرب هذا جاي عشان يفرطها فرط. وقلت انا من البدايه انه باريس سان جيرمان راح يحقق دوري ابطال اوروبا مع لويس إنريكي. والميزة اللي بتخلي لويس إنريكي يفوز أو باريس سان جيرمان إنه طلعوا النجوم وظل نجم واحد اللي هو كيليان مبابي، وكلياتنا شفنا شو سوى لويس إنريكي قدام برشلونة لما غير المنظومة عشان كيليان مبابي انمسك في الذهب. فما تقنعنيش باريس سان جيرمان في النهائي، إنما هون مين اللي راح يفوز؟ شوفوا أنا طول عمري بكره فريق بايرن ميونخ، طول عمري. يعني أنا لو مين 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 اللي يواجه بايرن ميونخ أنا مستحيل أشجع بايرن ميونخ. فهاي المباراة أنا خايف على ريال مدريد، أنا قلبا وقالبا وكل إشي كل إشي كل إشي كل جوارحي مع ريال مدريد. أنا بدي ريال مدريد يفوز. ليش؟ أولا بهمني كمشاهدات، ثانيا وبهمني إنه حتى هم يجيبوا 15، بس صدقوني باريس سان جيرمان هو البطل. هيني أنا بتوقع لكم البطل قاعد مش بس نصف النهائي. ريال مدريد بهمني كمان لما أروح أنا، لأني أنا إن شاء الله راح أروح أحضر المباراة في الملعب، فأنا بهمني ما يكونش زي النهائي الماضي بيض. لو ريال مدريد في النهائي أنا عارف إن ريال مدريد حتكون مباراة مفتوحة فيها 3-4 أجوال مش 1-0 سيتي وإنتر ميلان. فأنا خايف على ريال مدريد من بايرن ميونخ، وهي أول مرة يعني أنا ما بعرف شو الإحساس اللي أجاني، لأنه بايرن ميونخ سيء. أنا بنظري سيء بايرن ميونخ. يعني أنا لما أجي أحكي لك مين أفضل الموسم هذا، ريال مدريد ولا بايرن ميونخ، حتجي تقول لي ريال مدريد. هذا اللي بيخوف. أنا لو أنه بايرن ميونخ طاغي ولعيبة وأرقام وبسجل سكورات 10 و5 و6، والله لو واجه بايرن ميونخ مش لو أنه بعبع، لو أنه فعفع لا ينجلد، هاي السيتي انجلد. فاللي مخليني أنا خايف أو حاسس أنه ريال مدريد راح يخسر من بايرن ميونخ وبايرن ميونخ هو اللي راح يتأهل على النهائي، هو انه بايرن ميونخ سيء وغريب. وتخيل مش سهل ترى، تخيل قدام ريال مدريد لعب كأنه 5 مباريات خسر واحدة بس. فتخيل قدام ريال مدريد، شوف والألمان، ألمان هذول الألمان غريبين عجيبين ما بعرف. فأتمنى انه البايرن يظل ضاغط ريال مدريد. ليش؟ لانه أنشيلوتي مرة واحدة جول بس بنهي المباراة. الذهاب في الايلاندز ارينا والاياب في ملعب سانتياغو، بس انا احساسي توقعاتي انه بايرن ميونخ هو اللي راح يتاهل هاي المره على ريال مدريد، ولكن اتمناها انه ريال مدريد. اكيد اكيد 1000000% يا جماعه، ولا تشك 1% انه انا لا اتمناها لريال مدريد. فريال مدريد ان شاء الله، ولكن توقعي هو بايرن ميونخ للاسف. والنهائي يعني حسب التوقعات، النهائي باريس بايرن، البطل هو باريس. وحتى لو ريال مدريد في النهائي ان شاء الله انه البطل باريس عشان لويس إنريكي. يعني اكيد بتعرفوا انه انا بالنسبه لي افضل مدرب هو لويس إنريكي. وهاي الكرات الخطيره اللي هي العاليه كثير خطيره، البايرن ترى مش فريق سهل، مش فريق سهل حتى لو انه سيء. وبس نروح لتوقعات الدوري الاوروبي: بايرن ليفركوزن روما، بايرن ليفركوزن، اتلانتا مين الثاني؟ اتلانتا ومين؟ اتلانتا فريق ايطالي. إيه لا هو ايطالي. اولمبيك مارسيليا. والله شوف يعني هاي صعبه لاني انا مش متابع الفريقين. اوكي اتلانتا كويس وكذا، بس مارسيليا بعرفلوش، فهاي كيف بدي اتوقعها؟ منور راح اهبدها هبد، هاي راح اهبد انه راح اقول اتلانتا، راح احكي اتلانتا. اتلانتا يعني نظرا للي عمله في ليفربول، اوكي ليفربول وضعه سيء، ولكن راح اتوقع اتلانتا، واللي حيفوز هو باير ليفركوزن في هذه البطوله. والسوبر الاوروبي حيكون بين باير ليفركوزن وباريس سان جيرمان، وحيفوز باير ليفركوزن. بس تحياتنا لكم. طبعا عشان ما تقولوا لا هو توقع بايرن ميونخ لانه فاز في مباراه اليوم ولا اشي، ترى هيو هيو الساعه 10:13 يعني صار لي 8 دقائق فاتح رده الفعل. فقولوا والله يا رجال ان شاء الله انه مباراه تكون جميله مليئه بالاهداف، بغض النظر ان شاء الله مليئه بالاهداف. والله البايرن مش سهل ترى،
البايرن شوفوا كيف ضاغط، هو حلو لريال مدريد، حلو انك تضلك ضاغط، اضغطني اضغطني وشوف شو حسوي فيك، وخلي بايرن ميونخ يسجل جول. انا بدي بايرن ميونخ يسجل جول اول، لانه انا عارف وانت عارف انه ريال مدريد بالقانون الجديد انه هو حيرجع بالنتيجة ويسجل. ريال مدريد خلينا نشوف، خلينا نشوف. انا احساسي، انا قلت لجميع المدريدية انه انا حاسس هالمرة انه ما حتزبط مع ريال مدريد، وان شاء الله انها تزبط. الو، بعدت لك على الواتساب باللوكيشن، طلبت اكل لانه هاي المباراة بتحرق سعرات وانا مش حاب بايرن ميونخ يفوز، يعني حعصب هسه، حتشوفوني مدريدي. انا لابس برشلونة. حيوصل الاكل هسه وحنعمل ردة فعل واحنا بناكل. وانت معانا ولا مع الناس التانيين؟ انا معلش ارتحت لكم كثير، يعني بعمل ردة فعل وانا باكل. نور ابصروات نور. طبعا انتم مش فاهمين ليش انا طلبت اكل. هاي شو اقول لكم اللي صار يا جماعة، انه بكرة 1/5، بكرة بندخل الشهر الجديد، وانا قررت من 1/5 حنبلش، لانه انا بكرة رايح اصلا على الجيم واخذ الفحص الطبي وهاي السوالف واخصائية التغذية وما اخصائية التغذية، فانا قلت بدي يعني الحلقة الاخيرة من اني اوكل وجبات سريعة وكذا، لانه حقطع الوجبات السريعة وحقطع السكر وحقطع الخبز وحقطع السوالف هاي كلياتها، فانا طلبت اكل يعني عشان اودع الشغلات هاي. بس انا اسف يعني، تحياتنا لكم. اوبا لا 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 يا مدريد، يخرب بيت مدريد، ايش بتسوي؟ هذا الحكي عن جد؟ كيف هيك فتح الدفاع؟ دقيقة، الو، مين اللي عطى الباص؟ يخرب بيتك يا كروس، يخرب بيتك يا كروس، ويخرب بيت الانهاء يا فينيسيوس. انا قلت فينيسيوس حيشوف نوير حيخاف، من وين حطها؟ يخرب لا 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 لا، معقول مدريد؟ ايش هو اللي معقول مدريد؟ هو يعني في وضع طبيعي مدريد، يعني انت كيف توقعت بايرن ميونخ؟ لا اي، حلوا المباراة، حلوا المباراة، ما عنديش اي مشكلة، خلوا المباراة حلوة، خلوا المباراة حلوة، خلوا المباراة حلوة. يا جماعة هسه لو بدها تطلع في 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 راس تخيل شجرة مش حيسجل، وك هذا انشيلوتي، هذا انشيلوتي كيف تسمح له يتقدم عليك يا غبي؟ يلا لكم، لك 10 ريال مدريد، كمان كمان عليهم 10، طلعوهم 10 بالله عليكم ريال مدريد 10، لك 10 سجلوني اذا بتفوز اكثر من 5. لا يا زلمة لا، أشجعكم طول عمري. مولر بشارك بهيك مباراة، الختيار مولر يا زلمة تخيل غبي. يا سلام يا سلام يا سلام يا زلمة فينيسيوس، يا زلمة هذا يا زلمة نعمات مسح في الأرض، كيف أنت مش عارف أنت تتعدي منه يا زلمة؟ والله يا زلمة نعمات مسح في الأرض. طبعا بدي أبلع شوي وندخل على الوجبة اللي بعدها. ركنية بسروال، وقف أكل، ركنية. والله ما أجاني أي إشعار ولا أي إشي أصلا، أنا مش مطفي الإشعارات إنه في جول لريال مدريد، فمنها ركنية لريال مدريد، فأنا راح أقوم أحتفل على طريقة بيلينغهام. لا ما هو انا ما كنتش على الفاضي يا شباب. يمشي ناتشو يعدي العرضيه، ولكن الدفاع موجود من عركين، قلب الدفاع هجوم وقلب الهجوم مو جول. طيب نرجع نوكل. تاكل زي اكل الحمار في النجيله، لا الحمار بيشبع ولا النجيله بتخلص. شربنا مي عشان نبلش بالوجبه الثالثه. لا بمزح بمزح. اتوقع المشكلة اللي عند البايرن فاول؟ اعطاهم فاول، والله اعطاهم فاول. معقول هاري كين ليشو؟ اذا هاري كين ما يعطيك العافية، برا قولوا له، برا قولوا له، برا. بحس في جملة تكتيكية، هاري كين يعني شوف، هاري كين، هاري كين عزيزي شو اللي عملته؟ لا لا نجم غال احمر، حي الله لا لا لا،
حي الله نا 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 حي الله نا 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 حي الله نا 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 فاول على داير إريك داير. لا والله مو داير. شو اسمه؟ نسيت اسمه. مزراوي. مزراوي شو تسوي يا مزراوي؟ هنا سأسكت قليلا. هون أنا حرفيا ما أجاني إشعار، ما أجاني إشي، أنا راح أقوم أحتفل. يا الله، هدف لريال مدريد عن طريق شوفوا هذا المفروض يختفي وصير أنا لاعب كرة قدم وألعب زي الشباب هذول. الخابرك الخابرك فيما بعد راح نحتفل على طريقة بيلينغهام. مش مطول ترى ركبي بوجعه لسه ما صار عندي لياقة يعني. هاي جول. ها أقول لك بديش أحتفل. ها هاي جول لريال مدريد. هاي نلاف وجهي. والله ما بعرف إذا في إشعار على تطبيق ولا لا إنه جول أو لا. خلص ضربوا. ها جول. شن هي ترى الفاول مع يعني بيجي باكيج معاه ركنية، يعني هي لسه الاحتفال ما خلص. هو في جول، هو اللي انا بعرفه انه في جول لريال مدريد. ها جول. نايم قاعد جول. صدقني في جول. بعدين مع القصة والكو يعني الو والكو لا تنكسوني. طيب انا بلف وجهي وبعمل اجواء عشان يجي جول، والاخير ما يجيش جول انهى المباراة. 1-0 لريال مدريد. نراكم ان شاء الله الشوط الثاني. السلام عليكم مرة اخرى اعزائي المتابعين، حياكم الله بالشوط الثاني من مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ. الو وات الجول، وات الزاوية، وات السرعة بالطابة، وات سرعة الطابة. يخرب بيتك يا ساني. فاجأ الكاميرا. يما القوة، يما قوة الطابة. يخرب قنبل هاي. ما راحت هيك او ايش؟ لا راحت هيك. طبعا انت سمعت صوت مسج من مين؟ هو سامر بشجع ليفربول وبايرن ميونخ، متعصب لهذول الفريقين، فانا متاكد انه المسج ابلع الجول. احنا البافاريا خرا. عرفش حتشوفوها. احنا البافاريا خرا. سامر عزيزي مالك؟ انا قلت لك كتوقع انا متوقع البايرن، بس يعني انت على فكره سجلت جول التعادل، انت ما فزت. تعمل ليش هيصه وهمبليطه مالك؟ هدي كالمه حبيبي كالمه. فريقك معفن وان شاء الله يخسر، بس انا توقعاتي انه هو اللي يفوز. لا لا حرق علي الوسخ. ما انا المباراه ماخره وهو بيحضر على البي ان. بلنتي لأكرم عفيرة لمين؟ ما بعرف. احنا حنعمل حالنا متفاجئين. حلو، المباراة دخلت الأجواء حاليا، يعني ممكن هاري كين إذا هسه استلم الكرة. لا والله مو هاري كين، يعني ممكن يكون في بلنتي، ما بعرف. بلنتي كيف قدرت أتوقعها؟ هاري كين اللي حيشوت. أنا حاسس حتضيع، ما بعرف. افعلها يا هاري كين واثبت انك نحس. لا مو نحس والله. 2-1 للبايرن. جميل انه جنت على نفسها براقش. انت بتعرف بالقانون الدولي انه اذا بتسجل جول على ريال مدريد 3 دقائق وحتبلع الجول اللي بعده. انت سجلت على ريال مدريد جولين بدقيقتين. شوف الغضب اللي راح ينزل عليك هسه. معلم انا من هسه بحكي لك، اذا بايرن ميونخ ودورتموند على النهائي الغي رحلتي.
ايش ليه اروح احضر انا؟ ليه انا لما افكر احضر نهائيات اروح احضر انتر والسيتي واحضر الاثنين ما بطيقهم، اروح احضر دورتموند وبايرن بايرن ميونخ. اوكي دورتموند شوي يعني بحبه، بس ليه؟ ليه؟ طبعا لا طبعا لا. الله يجعل عمرك ما تطلع ان شاء الله، الله يجعل عمرك ما تحضر نهائي ولا عمرك تشوف نهائي في حياتك. انقلع انقلع الى ريال مدريد احسان. طبعا انقلع يا زلمه، روح انقلع ولك البفاري ولك اخيرا بفاري وبطلب اسمع الالوان ولك لا اطبل للصبح بس مش كادر طبعا هو مشجع ألماني كثير متعصب، بس في قطر كره الفريق. ليش؟ لأنه دعم الشباب الطيب. طبعا ريال مدريد أحسن إلي مشاهدات عزيزي، مشاهدات طبعا ريال مدريد. ليه؟ تخيل أنا أروح أغطي دورتموند وبايرن، مشاهدات عندي بالستوري 5000. طبعا لا، أما ريال مدريد تلاقي مشاهدات عندي 500,000 600,000. مالك؟ إحنا ركز على البزنس أستاذ سامر، أنت مدير أعمال، أنا بدي أفهمك الشغل؟ والله عيب. بلا بزنس بلا خرا، بلا بزنس بلا خرا، بلا كل شيء بلا خرا. هل عني يا زلمة؟ هل عني؟ لا دورتموند إن شاء الله بتأهلش، باريس سان جيرمان هيك نحضر نهائي. يا حرام. بايرن وباريس سان جيرمان. أخ يا سغام. بس هذول ما لهم مش أمان يا زلمة، هذول ما لهم أمان يا زلمة. طلع الباص اللي عمله كروس. لا إله إلا الله. خاف 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 خاف. يبدو أنك خائف أستاذ سامر، أنا سامع ركبك بتخبط يعني بالفويس، سامع ركبك بتخبط. معقول؟ معقول خايف؟ مش واثق بفريقك؟ إذا بايرن وباريس أوكي أنا بروح بشجع باريس طبعا، أنا بكل جوارحي بشجع باريس، أنا حتى لو باريس وريال مدريد هشجع باريس عشان لويس إنريكي. علي أنا مش خايف، أنا هذول جماعة المدريد اللي بظلهم يقولوا لعيبة وإحنا لعيبة وإحنا دفاع بيلعبوا إشي بيخسي فريق 15,000 مرة ما خد بطولات، بيلعب دفاع زي 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 الأطفال. أنت تتكلم جد؟ طلع لسه أنت هاي الهجمة، شوف الثاني اللي بالراس هلا، شوف شوف تفرج. إيش معقول يعني إذا طلع رواق رحنا عندهم 3-1 إلنا 100% إن شاء الله. في هجمة بالراس؟ استنى شو، كأنه استنقص من أداء ريال مدريد واستنقص من ريال مدريد. هذا شو بفهمه يعني؟ واحد مشجع ليفربول وبايرن ميونخ يعني ايش بتوقع منه؟ مودريتش هنا ستقلب المباراة. يخرب بيت يعني، انت بتقول والله ريال مدريد خلاص مودع. انت طلعت بيلينغهام وطلعت كروس، يمكن عنده إصابة أو يمكن الزلمة تعبه. هنا سيقف جمهور ريال مدريد ويفضح عرضه لكارلو أنشيلوتي. وإذا تأهل، إذا تأهل وفاز على بايرن ميونخ راح أقوله العراب أنشيلوتي. أوبا أوبا مدرج عن 15 مواجهة يا زلمة، ولا فوز ولا فوز يا مدرج. يخ فينيسيوس ونوير يعني الأولى مرت من جنب نوير، ترى أنا عارف فينيسيوس قدام نوير حيتغلب. راح الفيني، فيني يا فيني، فيني فيني فيني، لما توصل لا تشوت أنت، أعطي واحد ثاني شوت. فيني يا فيني، بلنتي 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 أكرم عفيف. يخرب بيت اللي عمله فينيسيوس، إيش هذا؟ إيش هذا اللي عمله فينيسيوس؟ الكوري بقول له ارجع للفار، أنا ما عملت شيء. ضربة جزاء، ضربة جزاء مليون بالمئة، ضربتين جزاء مو ضربة جزاء واحدة. فودريكو فما حاجة. خلينا بعد لسامر، خلينا بعد لسامر. سامر يا سامر، سامر يا سامر. ألقم ألقم يا سامر ألقم. إن شاء الله مدريد في النهائي يا رب. مشاهدات عفيك. عوفني روح، عوفني عوفني فامي. فينيسيوس قدام نوير، اكيد فينيسيوس حيشوف نوير رهبة وحيخاف منه، هو نوير بخوف. فبدك لاعب مثلا ذو شخصية زي كريستيانو رونالدو يقدر، مش زي فينيسيوس. فينيسيوس بخاف او مش بخاف، هو لانه مخه مش معاه، فنوير راح يصدها فهو حيخاف، يا اما حتضيع برا يا اما نوير حيصدها لانه يعني حيقرا منه. فانا زي ما بقول لك الاولى عدت من تحت نوير، ترى جنب نوير شاطها هو فينيسيوس، انا بقول لك حتضيع. يا
وانتصر ريال مدريد في معقل الايرنز ارينا. هو بيريز بيحضر؟ بيريز بيحضر؟ ايوه 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 سمعوني سمعوني صياحكم سمعوني صياحكم. اثنين 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 يعني ما اخي مدريد داري داري والله داري يا زلمه روح لعني يا زلمه. قلت لك يا زلمه حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا انجلط. هذا يا جماعه بكره شيء اسمه ريال مدريد. يعني لو مين ما يلعب ضد ريال مدريد حيشجع الفريق الخصم. بكره ريال لانه ريال مدريد حرفيا يعني علم عليه في ليفربول علم عليه في بايرن ميونخ. فتحياتنا للجميع. اهلا وسهلا بكم مره اخرى في شخصيه البطل. اوبا 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 لا 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 مين اللي شاط هذا؟ جنابري صح؟ جنابري سيسجن جنابري. سامر بعت مسج. يخرب بيتك يا سامر زي اشعار الجول اللي صاير انت. معقول شبعت كتل الهجمه. يعني هالكوري ما احنا علمنا عليه مرتين بايرن ميونخ حاطه مش فاهم. انا ما عم بفهم يعني ماش فاهم. يا زلمه انا افكر في جول. على فكره الكوري علمنا عليه فتعادلنا معاه المره الثانيه. ما كان بيلعب كان متراكم عليه كروت صفر. تحياتنا لك. خلاص انتهت. يعطيكم العافية أعزائي المتابعين. 2-2 نفس نتيجة المباراة اللي انتهت بين الأرسنال والبايرن. نايس تعادل. مباراة الإياب أنا مش رح أكون هون إن شاء الله. أنا رح أكون في قطر ولكن رح أصور لكم ردة فعلي. على المباراة. تحياتنا لكم أكيد. يعني حتى لو أني في قطر رح أصور ردة فعلي. تحياتنا للجميع. لايك شير سبسكرايب دعمونا دعمكم ازيرونا ازيركم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لحتى تعرفوا اي ابديت بخصوص الحلقات اي ابديت او يعني ستوريات. تابع ستوريات ليه ما تتابع ستوريات؟ ترى ستوريات حلوه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.